من ضمن الحاجات انت لازم تعملها مع السواق بتاع الكرين اثناء السكيل تيست بتاعه، طبعا اي سواق كرين هيخش موقعك لازم تعمل له سكيل تيست، يكون قاري التحذيرات الخاصه بالكرين. زي ما احنا عارفين ساعات الكرين ممكن يشيل حمل ويمشي بيه، ساعات ممكن تبقى 100 رفع على التايرز على الكاوتش، بس على حسب بقى المانوال بتاعه الكلام ده كله. فالحاجات دي كلها عشان مهمه بتبقى مكتوبه في كوشن خاصه بالكرين، او ان هو يقرا المانوال بتاعه او الحاجات دي كلها. من ضمن الحاجات مثلا ده كرين ميد طم، تمام، بيقول لك دونت الاو اني وان ستاند، طبعا ما فيش حد يقف فوق اللود او تحت اللود او الكلام ده كله، ما تعملش اي اوفر لود. نقطه رقم 2. النقطه رقم 3 بيقول لك ما ينفعش طبعا ليفتنج ان ارتبل ان فروزن وذ جراوند، الحاجات دي كلها الجراوند بتاعنا ما ترفعش على الكاوتش، اوعى تفرد بوم، اوعى تفرد بوم وانت رافع او انت شايل حمل، تفرد بوم او تلمه بوم، تمام. ما ينفعش تتحرك بالحمل وانت شايل حمل، ما ينفعش تتحرك. كل الحاجات دي كلها بتكلمك على النقطه بتاعه ازاي مثلا تقرا تعليمات او السواق يكون على غايه بالحاجات دي. بيقول لك ما تيجي تشغل ما تنتش الحمل، شغل دايما سموثلي سلولي ببطء، تنام عمليه البطء، لان ده طبعا بتزود الحمل الظاهري بتاع الكرين. لو انت رافع لود وهتقعد فيه فتره طويله اوعى تسيب الكابينه وتمشي، اي فيلر اي بتاع، كل دي تحذيرات لازم تكون كوميونيكيشن او تكون كوميونيكيتد من مع السواق بتاع الكرين. الحاجات دي مهمه قوي، خدها بعين الاعتبار، تمام. عندك اكتر من نقطه، المهم التحذيرات دي، كيفيه التشغيل الامن بتاع المعده لازم يكون السواق على درايه بيها. ماشي، شكرا.